لو في افكار سلبيه كتير قوي مضايقاك، مش شايف هدف، ما عندكش رؤيه واضحه على حياتك، تعالى اقول لك ايه اللي حصل لي. انا من كام سنه كنت بعدي بالفتره ديت، كنت بصحى الصبح متضايقه مكتئبه مش فاهمه انا ليه صاحيه، ليه يا رب انت جايبني هنا، ما كنتش شايفه اي امل وما كنتش شايفه اي حاجه منوره. رحت اتكلمت مع ابونا قال لي اقري الانجيل، واداني جدول اقراه في 3 شهور. كنت كل يوم تقريبا بنزل اتناول، مش عشان حاجة بس عشان ما كانش عندي أي أمل تاني غير في ربنا أن هو يغير أو يجدد حاجة في حياتي. فكنت كل يوم بنزل أتناول، بردد اسم يسوع، بسمع كلام أبونا ومستنية مش عارفة إيه اللي هيحصل. بس المفاجأة أنه فعلا بعد 3 شهور كل حاجة اتغيرت، فكري اتغير، ابتديت عيني تتفتح على الكتاب، عيني تتفتح على الآيات، ابتديت أفهم يعني إيه ربنا بيكلمني في الإنجيل. وبعد كده حياتي كلها ابتدت تتغير، بقيت بشوف الأمل، بقى عندي طموح، بقى يومي متغير، بقيت عايشة الهدف جديد، والحاجة جديدة غيرت حياتي، بقيت فرحانة. فأنا بشجعك إن أنت تجرب كلام دوت. ممكن يبان إن هو كليشيه أو سمعناه كتير، بس الكلام ده حي وفعال وحقيقي.